إن نخسر، ولهذا حولت على الوثائق والمستندات. تزوير الفلوس بيخسر؟ معقولة؟ أستاذ أنا قبل كنت ملك زماني، الورقة أم $100 أطبعها أبيعها $10 وأربحها هواية. بس ولد الحرام دخلوا بيها. إزاي؟ أستاذ كل مهنة وبيها منافسين، إحنا منو كان ينافسنا؟ الحكومة. قل لي شلون؟ أنت ما سألتني شلون، بس أنا أقول لك. الحكومة كانت عندها مطبعة مع النقود، يعني تطبع فلوس، وأني هم كانت عندي ورشة صغيرة أطبع بيها فلوس. الحكومة أول ما بلشت شغلت 10-12، بعدين السنة الثانية صاروا 200، بعدين صاروا 1000. طبعاً ذولا يحتاجون رواتب ومصاريف ومكافآت ومخصصات، شو تسوي الدولة؟ تحملها على العملة. أنا كنت أربح والدولة ممكن تخسر، بس ما يهم الدولة تخسر ما تخسر، أنت بحياتك في اليوم سمعت أكو حكومة أشهرت فلاسها؟ لا. ولهذا زيدوا سعر الورق وزيدوا الأحبار. يعني صدقني قمت أطبع الورقة مع $10 وأبيعها $9، يعني شغلة ما تجيب همها. قلت أنا لوش بعد متعب حالي؟ والله رأيك بلاها الشغلانة دي، خليك في المستندات أحسن. صحيح، أسولف لك. فديوم جاني وزير بالحكومة. وزير؟ وزير. وزير منزعج، قلت له شبيك؟ قال لي عمري 74 سنة وأطلع تقاعد. قلت له لا تدوخ، موضوع يمي. سويت له هوية أحوال مدنية جديدة، أوراق رسمية كلها جديدة، وسويت عمره 54 سنة وجددوا له بالوزارة. ده أنت لو اشتغلت في مصر هتبقى مليونير. وحياتك يا دكتور، أنا ليا طلب عندك. أؤمر أستاذ. عايز وثيقة جواز رسمية. سهلة، غالي والطلب رخيص. وثيقة الزواج، هاي مال طلاق. طلاق إيه؟ وثيقة جواز. زواج؟ العفو أستاذ، اسم المحروسة يعني الزوجة. كاميليا حسين أبو المكارم. كاميليا حسين أبو المكارم. والزوج؟ أنا. يعني محمد سعيد جاسم؟ لا، أنا ناجي، ناجي محمود عطلة. ناجي محمود عطلة. رائد! نعم دكتور. أخذ هذه القسيمة مال الزواج وسوي لي إياها بسرعة. العفو، إيش وقت تريد أخلي تاريخ الزواج؟ من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ سمعت. يلا. تأمر دكتور. هذا شلون كذا؟ أبو القاسم قال لي أنتم متزوجين أنت وكاميليا. ما أصل إحنا اتجوزنا في سوريا، فأنا خايف للوثيقة تطلع مزورة. هنا أضمن. عفارم عليك أستاذ. صحيح. أكو ناس ما عندها ضمير وممكن تزور. إي ممكن تزور. أستاذ ناجي، تحب أسوي لك شهادة ماجستير دكتوراه وبأي بلد بالعالم؟ أنت بس أؤمر. تدري أنت يعني نص الوزراء عندي زباين، أسوي لك شهادة دكتوراه فوق البيعة ومجانا. دكتوراه يا ولد. استنى بس، دكتوراه إيه؟ دكتوراه في إيه؟ بلي عجبك، طب، هندسة، صيدلة، بيولوجي، سايكولوجي. أنا عايز دكتوراه في الفيمتو ثانية. نعم. فيمتو ثانية. فيمتو ما سامع بيها من قبل. طيب خليها في الجراحة، دكتوراه في الجراحة. في الجراحة. هي أسوي لك شهادة دكتوراه من أدنبرا وباسم ناجي عطلة وبالجراحة. رائد! عبود مصطفى، خد ابراهيم.
ده اسمك، كل واحد ينسى اسمه ويحفظ اسمه جديد لغايه ما نوصل 40. حيدر احمد خالد. ادي ده التهاني. ده بقى صبري عبد المنعم حسين. خد يا حسام. علي عبد المحسن حامد. خد يا شيخ حسن. وانا كبير. انت اسمه هيكون ايه يا كبير؟ زاير حذافه جوري. مين يا باشا؟ زاير حذافه جوري. ماشي يا كبير، انت تؤمر. جماعة احنا داخلين على اربيل شمال العراق. هاي الاراضي كلها تابعة لكردستان. يعني 40 كيلو ندخل اربيل. اربيل بلد قديمة. محدش يتكلم ولا يفتح بقه، احنا داخلين على نقطة كردية. لا تخاف، أنا صديقي ينتظرنا هنا. كردي؟ كردي، سردار صديقي اللي حكيت لك عليه. يا جماعة نكون الهويات. بخير بيه. زور بخير يا كاكا سعد. ضيوف كاكا سعد. اهلا وسهلا. اعطيني هويات. هذه الجوازات. تفضل. محمد سعيد جاسم. نعم. عبد الكريم عبود. ايوه. زاير هزافة. زاير هزافة. وينك كاكا زاير؟ انطع يا حيوان، ده اسمك انت. قدامك كبير. اللي هو بقول عليه ده. قدامك كبير. ابنة تعبانة ابنة، اطرش. كاكا صاير اطرش من تفجير بغداد. كاكا سعد. ورايا بالسيارة.